بعد السلام والتحية أو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، جود مورنينج ماشي. عايز أقول حاجتين اتنين وأتكلم عنهم، حاجتين اتنين وأتكلم عنهم. أولا حاجة بتقول ثمني اللذات، ده بان المعلومات بأسلوب معين. طيب هي ثمني، ما مصطلح العلمي لحاجة اسمها ثمني اللذات؟ عامة الشيطان الرجيم غضب الله عليه، يعني مصر اللفظ، توعد ربنا. احنا بنقول بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن هو أول كلمة في أسماء الله الحسنى، وده حقيقة. أقوى أنواع ذكر الله العزة والجلال، عشان كده الشيطان الرجيم قال وعزتك وجلالك لأغوينهم. للإنسان الشيطان مش هيصير في حالك، الشيطان عدو البشرية، مش ناوي يسيبنا في حالنا مهما حاولت تتوب، مهما قررت تبقى محترم، عمره ما هيسيبك في حالك. هو عايز دي، ومش عايزك تستمتع بالنساء، مش عايزك تسرق، الشيطان مش عايزك تقتل، وعايز الأقوى من كده، عايز الكفر أو الإلحاد. طيب بس دي سككه الشيطان، الغواية بتاعته، السكة بتاعته إنه يخليك تنحرف، بس ده أول السكة يعني. الموضوع التاني عشان عايز افتكر بس، حاجة اسمها قوى الرب وقوى الشيطان، أو بمعنى آخر قوى الشيطان أم قوى الرب. بص يعني نقل المعلومات لدماغي بتشتغل، بحاول يعني. إيه هي قوى الرب وإيه قوى الشيطان؟ عامة ربنا توعد الإنسان، لما الإنسان بيعبد ربنا هيمنه بالبركات والغنى، غنى النفس، الإشباع الذاتي. ربنا توعده، توعد الإنسان يعني بالرضا، بالقناعة، بالأمان، بالسلام، بموجب الرحمة والبركات، إنه الرب. أوكي. لكن الشيطان لما خدع الإنسان وقاسمه يوم القيامة، لما خدعه بحجز الشجرة، أنت لو كنت من الشجرة دي هتبقى قوي وعظيم، أنت وامرأتك حواء. الشيطان مش عايز زينة في حالنا، دي قوته، الخديعة والمكر، الخيانة. أول ما يخش لك عمره ما هيقول لك أنا عدوك، لا 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 لا، ده حبيبك، ده أنا بظبطك مع الكورية والأسبانية والنت والزبالة، بجيب لك الدماغ، هتسيبك في حالك؟ استحالة، لا 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 لا، مش هتسيبك في حالك. طيب، خلاف الشيطان كثيرون، الناس اللي عايزين الدنيا. سهل الشيطان يخدعهم من أي بلدان، من أي دولة. أنا مش عارف أنا فعلت فجأة كده، المفروض كنت فاعل أساسا، بس الشيطان مش سهل. وأتباعه من عبد إبليس، أو بيسموه شياطين الإنس. أكيد أنت سمعته في الإعلام حاجة اسمها برمجة العقول ومش عارف إيه والكلام الغريب ده. يعني احنا بنتمنى البلد تكون احسن، الكلام ده بكرره كتير، دي رساله السلام. الحروب يا جماعه مش يعني الحروب مرفوضه، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.